يقول فضيلة الشيخ، كم المدة الشرعية الذي يجوز بها للرجل أن يغيب عن زوجته وهو مسافر، علما بأنه ينفق عليها وعلى أولادها وفي بيته، وحسب علمكم بأن الشخص قد يوفقه الله في عمل طيب فيعود في مدة قليلة سنة تقريبا، وقد لا يوفق بعمل فيتأخر عن العودة قد تطول سنتين أو ثلاث، فما هو ردكم بهذا بارك الله فيكم؟ إذا غاب الزوج عن زوجته مدة طويلة ولم تسمح له بذلك فإن عليه أن يرجع إليها كلما مضى نصف سنة إلا أن يكون معذورا بمرض ونحوه. فأما إن أذنت له بطول المدة فلا حرج عليه أن يبقى المدة التي أذنت فيها ولو طالت، لكنه يجب عليه في هذه الحال أن يقوم بواجب النفقة وغيره، وأن يكون آمنا أن ينالها أحد بسوء. نعم. إذا قال الرجل للزوجة الأولى ليس لك ليلة ترضين وإلا سوف أطلقك، ورضخت مكرهة، فلا حرج إذا لم يكن له رغبة فيها وقال لها إن شئت بقيت عندي بدون قسم أو أطلقك، فلا بأس. وقد وهبت ثودة بنت زمعة رضي الله عنها أم المؤمنين يومها لعائشة رضي الله عنها لأنها لها غرض في ذلك، فهذه المرأة أيضا التي رضيت بأن تسقط حقها من القسم وفضلت إسقاط حقها من القسم على طلاقها ليس عليها حرج ولا على الزوج حرج. نعم. أرجو من فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين أن يبين لنا ما حق الزوجة على زوجها وحق الزوج على زوجته، أرجو منكم التوضيح كاملا حول هذا. حق الزوج على زوجته وحق الزوجة على زوجها أجمله الله عز وجل في قوله وعاشروهن بالمعروف، وفي قوله عز وجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، فحق كل واحد على الآخر ما جرى به العرف، والأعراف تختلف بحسب الأزمنة والأمكنة، لكن هناك أمور تكون على الزوج على كل حال وأمور تكون على الزوجة على كل حال. فمن الأمور التي تكون على الزوج على كل حال القيام بنفقتها من طعام وشراب وكسوة وسكن، كقول النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخطب الناس في حجة الوداع يوم عرفة في أكبر مجمع اجتمع فيه المسلمون حول نبيهم صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فلا يحل للرجل أن يقصر في شيء من ذلك على امرأته، بل يجب عليه أن يقوم بهذا على وجه التمام، اللهم إلا أن تكون المرأة ناشزة بمعنى أنها عاصية لزوجها فيما يجب عليها طاعته فيه، فله أن يمنع عنها ما يجب لها، ومتى وجب عليه القيام بالنفقة وامتنع منها فلزوجته أن تأخذ من ماله بقدر نفقتها بالمعروف، وإلا فلزوجها أن تأخذ من ماله بقدر نفقتها بالمعروف وإن لم يعلم بهذا، لأن هندا بنت عتبة استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم، بل استفتت النبي صلى الله عليه وسلم في شأنها مع زوجها أبي سفيان، وقالت إنه رجل شفيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. أما حق الزوج على زوجته على كل حال فهو ما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع في خطبته يوم عرفة حين قال ولكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فلا يحل للمرأة أن تمكن أحدا من دخول بيت زوجها وهو يكره أن يدخل حتى ولو كان أقرب قريب له، لأن البيت بيته والحق حقه، ويجب عليها كذلك أن تطيعه، يجب عليها أن تطيعه فيما هو من حقه، فإذا دعاها إلى الفراش وجب عليها أن تطيعه ما لم يكن في ذلك ضرر عليها أو تفويت فريضة من فرائض الله، فإن لم تفعل فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من دعا امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح. أما الحقوق المطلقة الموكولة إلى العرف فإن هذه تختلف باختلاف الأعراف، ومنها مثلا هل يجب على المرأة أن تخدم زوجها في شؤون البيت كالطبخ والغسيل وما أشبه ذلك؟ نقول هذا يرجع إلى العرف، فإذا كان من عادة الناس أن المرأة تقوم بهذه الأعمال وجب عليها أن تقوم بهذه الأعمال، وإذا لم يكن العرف جاريا بهذا وأن الذي يقوم بهذا غير الزوجة فإنه لا يلزم الزوجة أن تقوم به، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم تقوم نساؤهم بمثل هذا، كما شكت فاطمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجد من الرحى من التعب، لأنها كانت تطحن الحب لطعام البيت، وكما كانت امرأة الزبير بن عوام تحمل النوى من المدينة إلى بستانه خارج المدينة. فهذا الذي لم يعين الشارع فيه
من يقوم به من الزوجين يكون على حسب العرف لقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف. وعندنا هنا في المملكة العربية السعودية أن المرأة تقوم بمثل هذه الأمور، يعني الطبخ وغسل البيت وما أشبهه، ما زال الناس يعملون هكذا. ولكن مع هذا لو تغير العرف واضطرد وصار الذي يقوم بهذه الأمور غير الزوجة فإنه يحكم بما يقتضيه العرف. يقول يوجد لي أيضا أخت وزوجها لا يقوم بالصرف عليها بحجة أنه ليس في استطاعته مثل هذه الأشياء الضرورية كالملابس وخلاف ذلك، فهل تستحق الزكاة والحال ما ذكر أم أن على الزوج أن يقوم بتغطية النفقات المعيشية؟ لا شك أن على الزوج أن يقوم بتغطية نفقات زوجته الضرورية والحاجية التي تشبه الضرورة، فإن امتنع مع غناه فلها أن تأخذ من ماله ولو بغير علم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذن لهند بنت عتبة أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها وولدها بالمعروف، فإن لم تقدر له على مال ولم ينفق عليها ما يجب عليه إنفاقه فإنه يجوز أن تعطى من الزكاة ما يسد حاجتها فقط. نعم. بارك الله فيكم. هل يجوز للرجل أن يقول لزوجته يا أختي في قصد المحبة فقط أو يا أمي؟ نعم، يجوز أن يقول لها يا أختي ويا أمي وما أشبه ذلك من الكلمات التي توجب المودة والمحبة. وإن كان بعض أهل العلم كره أن يخاطب الرجل زوجته بمثل هذه العبارات، ولكن لا وجه للكراهة، وذلك لأن الأعمال بالنيات، وهذا الرجل لم ينوي بهذه الكلمات أنها كأخته في التحريم والمحرمية، وإنما أراد أن يتودد إليها ويتحبب إليها. وكل شيء يكون سببا للمودة بين الزوجين سواء كان من الزوج أو من الزوجة فإنه أمر مطلوب. نعم. هل يجوز للزوج أن يمنع زوجته من صلة أرحامها؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لا يحل للزوج أن يمنع الزوجة من صلة أرحامها، لأن صلة الرحم واجبة والقطيعة من كبائر الذنوب، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق إلا إذا كانت صلتها لأقاربها تتضمن ضررا على زوجها، مثل أن يكون الأقارب أهل شر وفساد ونميمة فيفسد بين المرأة وزوجها، فحينئذ الله يمنعها منهم أي من زيارتهم وصلاتهم. ويمكن أن يقال الصلة ليست خاصة بالزيارة، ربما تصلهم بالهدايا أو غيرها مما يؤلف قلوبهم ويوجب المحبة. على كل حال ليس للزوج أن يمنع امرأته من صلة رحمها الصلة المعروفة إلا إذا كان صلتها لأقاربها يتضمن ضررا عليها أو عليه، فله أن يمنع ذلك. السائل يقول في هذا السؤال ما حكم هجر الزوجة فوق 3 أيام؟ يجب أولا أن نعلم أنه من الواجب الذي تكون به سعادة الزوجية أن تكون العشرة بين الزوجين على أحسن ما يرى، لقول الله تعالى وعاشروهن بالمعروف، لا يستطيل عليها ولا تقصر في حق. ثانيا فإن لم يمكن فقد قال الله تبارك وتعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع وضربوهن. والهجر في المضاجع إلى أن تستقيم ليس له حد، فإن لم يمكن وخيف الشقاق بينهما وجب على الحاكم أن يقيم حكما يعرفان الأمور، يعرفان أحوال الزوجين ويعرفان المصلحة في التفريق أو الجمع، ويتقيان الله عز وجل وينظران في الأمر أمر الزوج والزوجة، وإن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. فإن لم يمكن بعد الحكمين فتعاد المحاكم الثانية حتى يحصل ما فيه الإصلاح من فراق أو تأليف. ولكن إذا كانت المرأة تكره الزوج ولا تطيقه فحينئذ يتدخل الحاكم ويقول لها هل تردين عليه المهر الذي أخذ؟ إذا قالت نعم طلبا من الزوج أن يطلقها على مهره، كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في زوجة ثابت بن قيس بن شبه، فإنها رضي الله عنها نشزت عن زوجها وكرهت وأتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقول نشزت يعني فيما يظهر، وقد تكون لم تنشز وأن من حين حصل ما في قلبها ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالت يا رسول الله ثابت بن قيس لا أعيب عليه في خلق ولا دين، مستقيم الدين مستقيم الخلق، لكني أكره الكفر في الإسلام يعني كفران الزوج. فقال لها أتربين حديقته عليه؟ قالت نعم، فأمره أن يأخذ الحديقة ويطلق يعني يفارقها ففعل. لكن قال اختلف العلماء هل قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لزوجها ثابت طلقها أمر إلزام أو أمر إرشاد؟ فمنهم من ذهب إلى أنه أمر إلزام وقال إذا لم تستقم الحال فما فائدة من البطل، والزوج ضمن له ما دفع لها فلم يبقى عليه ضرر
والزوجة لو عادت إليه لا تزيد الحال إلا سوءا. وهذا لا أستطيع أن أقول إنه هو الصواب، ولا أن الأمر الإرشاد هو الصواب. أقول الأمر دائم بين الإرشاد وبين الوجوب، ويرجع في هذا إلى نظر القاضي إلى نظر الحاكم في القضية. قد يرى أن من الواجب أن من الأفضل أن يطلق على الزوج إذا أبى أن يطلق، وقد يرى أن من الأنفع أن تبقى الزوجة. أحسن الله إليكم لهذا التوجيه.